ست كذبات ممكن تدمر عش الزوجية حتى قبل الدخول في القفص الذهبي. موقع سايكيك ماندي الأمريكي قدم في دراسة اجتماعية شرح فيها ستة أمور يجب عدم إخفائها عن شريك الحياة. يعني من البداية كله يكون على المكشوف. طبعاً أرحب بي زميلة راوية للانضمام في هذه الفقرة المهمة اللي سألتك قبل الهواء إنه إيش هي الأمور اللي ممكن نكذب عليها. أعتقد الرجل أكثر شيء يكذب فيه الشكل ويجامل كثير فيه اللبس والشكل والأكل. أما المرأة تكذب ايضا على فكره. يعني انا بدي ازيدكم من الشعر بيت. موقع سايكولوجي توداي الامريكي ايضا عمل دراسه حول هذا الموضوع، دراسه نفسيه، ووجد بانه اغلب الازواج او يعني الناس في العلاقات بتكذب على بعضها حتى لو كانت كذبات بيضاء او حميده زي ما سميتوها، ولكن انه هاي الكذبات وان كانت صغيره جدا وكذبات بيضاء وفي بعض الاحيان بيكون هدفها سامي، تجنب الخلاف، اشعار الشريك بشعور أفضل، بتحسين مشاعره مزبوط. وكذا، إلا إنها بتأثر سلباً وبشكل كبير على العلاقات، لأنها بتعمل مسافة ما بين الشريكين، وبذات الوقت هذا بيأثر على التواصل ما بينهم على المدى البعيد. بالضبط. طيب خلينا كمان نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من طرابلس في ليبيا حسين البصير، المدرب في مجال تطوير العلاقات ومهارات الاتصال. يسعد صباحك حسين. يعني في فترة الخطوبة دائماً الشريكين ينسوا أشياء أساسية ما يقولوها البعض بسبب أنهم مشغولين في الحب والرومانسية. إذن ما هي الأمور التي يجب أن لا يخفيها الشريكين عن بعض منذ البداية؟ صباح الخير، صباح الورد، يومكم سعيد إن شاء الله. أولاً خلينا نكون واضحين وصريحين أن الأكاذيب هي من المدمرات الصامتة للعلاقة، والأكاذيب بصفة عامة سواء كانت في علاقات عاطفية أو علاقات زوجية هي من أكبر الأشياء ومن أكثر الأشياء اللي تسبب شرخ كبير في العلاقة وممكن تسبب حتى في انتهاء العلاقة. طيب. من أكثر الأسباب ومن الأسباب الرئيسية أولاً هي الكذب في الماضي. الشريكين اللي ما يكونوش صريحين مع بعض من البداية، الشريكين اللي ما يكشفوش عن حقيقة ماضيهم، مش عشان يحاسب الشخص الطرف الآخر عن العلاقة اللي كان فيها أو عن الماضي اللي كان في حياته ويكون هو الجلاد بالنسبة لي. بس كثير يعني مدربي حياة وكثير مستشارين زوجيين يقولوا أي حاجة حصلت في الماضي تبقى في الماضي، الأفضل أن لا تقوليها لخطيبك أو زوجك. بس مش معنى ذلك أنه نكذب عليه بأنه لم يحصل شيء أنه خلاص إحنا مناش نحكي فيها. ما نبغى نحكي فيه. إيش رأيك؟ هو, هو, هو حقيقة أنا مع الوضوح من البداية. الوضوح في الأشياء اللي ممكن تأثر مستقبلا على سير العلاقة، الأشياء اللي ممكن تسبب شك أو خوف من الطرف الآخر من الأشياء اللي حدثت في الماضي. طيب. إنك تكون واضح من البداية وإنك أنت تفرش كل ما عندك من البداية، هذا يدل على صدق نيتك في هذه العلاقة. يعني مش لازم نتبع أسلوب ما بلاش نتكلم في الماضي، لا خلينا نتكلم فيه وخلينا نحكي الحقيقة. وعلى الأغلب في كتير كابلز مش رح يتزوجوا يعني بعد الكلام في الماضي. المشكلة الموضوع المالي بعتقد بيكون يعني موضوع للكذب بشكل كبير، خصوصا من قبل الرجال. بالضبط. الموضوع المالي اللي يكون قبل العلاقة الرسمية، وقت يكون الشاب يرسم في أحلام وردية لخطيبته أو لزوجته، وأول ما يصير الزواج تكتشف أن كل اللي كان عبارة عن أوهام، كل اللي كان يحكي فيه عبارة عن أشياء زيفها عشان بس يجذبها لي، عشان بس بالضبط. تكون معاه في نفس ممكن العلاقة. وهي حتقول له حيقول لها أنا كنت بسوي زي كده عشان أختبرك، أنت بتحبيني لنفسي ولا عشان فلوسي؟ أتاركي تبغي الفلوس؟ ما هو بعد كده حيجي يقول لها كده. هذه واحدة من الأشياء اللي سببت في انفصال كبير ما بين الأزواج. كانت سبب كبير في الطلاق أن البنت أو الأنثى كانت تحلم بحياة معينة، وهذا الشخص محسسها أنه هو مالتي مليونير، فجأة تكتشف أن هي مع إنسان حتى العمل مش قادر يخدم، حتى الأساسيات مش قادر يوفرها. فأنا دائما مع الوضوح من البداية. صحيح. حبت البنت أن هي تكون معاك. أوكي ما حبت. مظبوط.
بتش براحتها في الاخير. yeah. من الاشياء الثانيه المهمه هي الخيانه الزوجيه اللي تسبب في فشل كبير وانهيار للعلاقة. طيب هاي نقطه كثير مهمه اذا بتسمح لي، خصوصا وقت يكون في اطفال ما بين طبعا. فهل الصواب والمنطق والحكمه بتقول اذا خصوصا اذا كان شيء عابر ومره واحده انه خلص خلينا نتعامل كأنه ما صارت، لأنه إذا حكينا فيها وانكشف المستور معنى ذلك خربان البيت؟ كويس، أنا مع دائما الوضوح. طيب. دائما خلينا نكون واضحين من البداية أن الخيانة أبشع شعور في الكون. أنك أنت أخطأت في حق هذا الشخص، من المفترض أنك أنت تكون واضح وتجي تحكي اللي صار. هذا الشخص سامحك وأعطاك فرصة تانية أوكي، ولكن دائما أنا مع مبدأ الوضوح. لما يصير خيانة أو لما تصير الخيانة، مش بشرط أن تكون خيانة جسدية، ممكن تكون خيانة لفظية، ممكن تكون خيانة حتى بالنظر. مظبوط، في أنواع كثيرة للخيانة طبعا. فأبشع شعور بالضبط، الصراحة جميلة جدا. لربما أن الشخص الثاني يعطيك فرصة تانية، لربما أن الشخص الثاني يسامحك وتستمر العلاقة. طيب حلو، خلينا نتكلم كمان عن، وهذه المشكلة شائعة حقيقة، إخفاء المشاكل الصحية. يعني بيكون فترة الخطوبة مع البنت أو الشاب يجي على باله إنه يسألها هل عندكم في العيلة أمراض نفسية أو مثلا أمراض مزمنة أو غيره. يعني خلاص هي بتشوف الشاب قدامها صحته كويس وكذا، ما تدري إنه هناك في قد يكون أمراض عقلية أو نفسية أو غيره في العائلة، أو جسدية أيضا، أمراض وراثية. فهذا الموضوع يعني كيف ممكن مناقشته؟ كويس. الأبرز حاليا في العلاقات اللي أنا قاعد نشوف فيه هو المشاكل النفسية، المشاكل اللي تخص العقل. أحيانا في شخص في بداية العلاقة وقبل ما يصير جواز تحس إنه هو شخص سليم تماما، بس بمجرد ما تعاشره وتكون تحت سقف واحد أنت وياه، كل شوية تكتشف فيه أشياء جديدة. الأشياء هذه ممكن لو اكتشفتها قبل العلاقة الزوجية كنت سترفض أنك تكون مع هذا الشخص. لذلك دائما أنا نصيحتي تكون أن الصراحة والوضوح فيما يخص المشاكل النفسية بعيدا عن المشاكل الجسدية. المشاكل النفسية، شخص يعاني من الشخصية الحدية، شخص يعاني من شخصية نرجسية، وشخص يعاني من أمراض في طفولته وسببت له مشاكل نفسية وقت الكبر، يجي يرد هذا كله في زوجته اللي معاه. هلا ما هو اسمح لي بيت يعني واحد. نعم. وهذا يعكس سلبا على الأطفال. طبعا بالضبط. طبعا هون احنا عم نحكي عن يعني حالات شديدة، لأنه يعني كل الناس بتعاني من مشاكل نفسية. كثير ناس عندها نرجسية وهي حاسة حالها لا أنا إنسان عادي. عم نحكي يمكن هون اضطرابات نفسية مثل الانفصام الشخصية، مثل الاكتئاب ثنائي القطب. بتهيأ لي إنه هاي بتكون مشكلة بالفعل كثير كثير كبيرة، لأنه يورثوا. بالضبط. الشغلة الثانية هي أنا بلاقي من أكبر وأسوأ الأكاذيب اللي ممكن تكون ما بين شريكين، خصوصا في بداية حياتهم أو قبل ما يرتبطوا، هي الأكاذيب بشأن الرغبة في الأطفال. لأنه إذا طرف واحد كذب في هذا الموضوع، معنى ذلك حرمان الطرف الآخر من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ومن شيء طبيعي وغريزي فينا. هذه من المشاكل الشائعة حاليا، واللي أنا شخصيا تمر علي من حالات يمكن تتواصل معاي، وهذه تحدث أحيانا في بداية العلاقة، أن يكونوا الشريكين مش مستقرين في علاقة زوجية تكون مستقرة، مش مستقرين في بلد معين، مش مستقرين في وظيفة معينة، فيكون القرار ما فيش وضوح، يكون القرار عبارة عن كذب، سواء كان من الزوجة أو من الزوج. يعني يحطوا في أعذار واهية من أجل أن هم يقنعوا أنفسهم أن لا، هذه يعني بتكون عكس إرادة ربي. فممكن توصل أحيانا للإجهاض، وتوصل أحيانا لأشياء لا تحمد عقباها. فالصراحة والوضوح في هذا الموضوع أن احنا نكون متفاهمين ومتفقين من البداية على هذا الموضوع، عشان لا نوصل في النهاية لأشياء نندم عليها، ونندم أن احنا ممكن
فكرنا حتى فيها يعني. بالضبط. طيب وهناك أيضا نقطة أخرى، دائما هناك في توقعات عالية في العلاقة، أن كل فرد بيتخيل أشياء ويضع سقف توقعات عالية، وهنا بيصير في إحباط يعني. فكيف تشوف أنهم يتناقشوا في موضوع التوقعات في هذه العلاقة؟ يس. بالنسبة لي خصوصا التوقعات، واللي أكبر من هذا كله هو الكذب في المشاعر. لما تكون شخص قاعد بس تزيف في واقع لهذا الإنسان، وقاعد ترسم له في مشاعر أنت مش حاس بها، بس عشان تجيبها ليك، أو بس عشان تجيب راسة، أو بس عشان مصلحة، أو بس عشان مال. فهذه من الأشياء اللي تسبب خيبة أمل وقهر للشخص الآخر. مزبوط. وقت يكتشف أنك أنت استخدمته كأداة بس عشان توصل بي لأهداف معينة، وقت يشوف أنك أنت استخدمت هذا الإنسان بس عشان مصلحة من خلاله هو، يعني استخدمته كجسر عبور لمرحلة أخرى حتعيشها في حياتك. طيب يعني من أبشع الأشياء. بالضبط. يعني هو بصفة عامة يعني يجب أنه ما يكون في مبالغة في المشاعر وفي كل، لازم الصراحة هي الأساس، ومش لازم يكون في خوف من الخوض في هذا الحوار الصعب قبل الارتباط، لأنه إذا لم يخوضوا فيه في الوقت المناسب اللي هو أو قبل ما يبلشوا حياتهم، راح تكون هذا الحوار مستحيل بعد ذلك. بالضبط. بالضبط. أعتقد. أشكرك جدا ضيفنا من طرابلس في ليبيا حسين البصير، المدربة في مجال تطوير العلاقات ومهارات الاتصال. شكرا لك.